يوم القمة، يوم البداية، يوم في نسختها الثالثة سيزن 3 ألوميناي، واحدة راح تكون صراحة خلينا نتكلم على المستوى الفني والمستوى التكتيكي، راح تكون مباراة على مستوى عالي جدا. مباراة فاروز أمام بانثرز، كوتش عبد الرحمن حامد راح يبتدي في التشكيل في حراسة المرمى. مونير أمامه خمسة، عثمان جونيور، فارس، عثمان، عمر هاني، وحجازي. وسط الميدان ثنائي زهران عماد، الثلاثي الأمامي بيومي ناجي سونيك. أما عن فريق بانثرز، كوتش شيكو راح يبتدي حراسة المرمى. شيحة أمامه أربعة في خط الدفاع، دانيال، حمزة، عفيفي، ديبيكي. ثلاثي الرعب صراحة، خلينا نتكلم ثلاثي الرعب، نتكلم عن سراج وجمال وطباخ. يا طباخ حضر لنا، يا طباخ. والثلاثي اكيد لا ننسى طاحون وفرغلي وطارق. ان شاء الله راح نستمتع بهذه المباراة، مباراة على مستوى عالي باذن الله تعالى. وتعالوا نشوف مشاهدي الافاضل ماذا سيحدث في هذه المباراة. نتكلم يعني وجهة نظري، هذه المباراة راح تكون من أقوى المباريات لأنها بداية
البطولة وكل فريق يريد الفوز. ركز مع دانيال حتى لا ننسى التحكيم حكم الساحة كراوتش، حكام الراية محمد حاق، محمد حامد إسماعيل علي. عشان المذيع كان بيتكلم مش ينفع طعم. تنطلق صفارة سيد الحكم، الكرة تروح سريعة، ترجع للوراء بالجهة اليسرى عند حجازي، يمرر الكرة في وسط الميدان عند سراج، استلام ممتاز، يدور على حلول سراج، يلعب الكرة الطويلة، يختار الطويلة في الجهة اليسرى سريعة، الكرة خطيرة، الكرة خطيرة، عدة مرات، الكرة عثمان جونيور تخرج تروح رمي التماس لصالح بانث، تروح الكرة سريعة في الجهة اليسرى عند طارق، تروح الكرة ركنية، واحد واقف، ولا لا دي ما فيهاش، دي ما فيهاش عفيفي صراحة، يعني مستضيف اليوم هو بورتو جولف مارينا، واكيد لا ننسى الرعاه اليوم نتكلم عن ايمز، اكيد الاورجنايزيشن لا ننسى. راح نشوف هذه الكرة كيف سيلعبها ديبيكي عدت مرة، سلامات على فريق فاروس، الكرة تروح سريعة بضغط سريع، وسط الميدان يحافظ على الكرة ولكن تروح رمية تماس سريعة بانثرز، رمية تماس تلعب سريعا تخرج ثاني، رمية تماس لصالح فريق فاروس بهدوء، عثمان جونيور ممتازة هنا في بطولة الألوميناي سيزن 3 في نسختها الثالثة، تلعب الكرة سريعة من عثمان جونيور الطويل بالراس، يتصارعون في وسط الميدان، ترجع لفريق فاروز، عثمان يلعب الكرة للأمام، حذري يا دانيال، يرجع الكرة عند شيحة، يختار الطويل، يلعب كرة أمامية ممتازة ولكن دفاع فاروز مستفيق حتى الآن، مشاهدنا فاضل حسن، المباراة راح تكون يعني حتى الآن أنا يعني بصراحة في وجهة نظري، يعني مباراة على تلعب الكرة سريعة يا سلام، ولكن الدفاع فاروز، شوف الضغط يا سلام، شوف الضغط من اللاعب فرغري، رمي التماس سريعة تروح الكرة، أي كرة جول، عدة مرات سلامات على فريق فاروز، سراج كويس كويس، حلوة من سراج، كل التصويبات فول المباراة يا سلام، الكرة تلعب طويلة من عند منير شيحة يمسك الكرة، أقعد طارق يوصل الكرة عند دانيال، اللمسة عند فارس يختار الطويل ولكن تروح حذري تحتسب فاول على سراك، كمال كمال قرب من سراك شويه، قرب من سراك شويه، واحد يا فارس، ايه طارق بيو عثمان راح يلعب الكره الطويله، يلعبها داخل 18 ولكن يا سلام الدفاع ببراعة، الكرة تروح عند رقم 11 جمال سراج راح يختار الطويل، سراج لعب الكرة في الجهة اليسرى، هاي كرة خطيرة عند طارق، يا سلام طارق واحد على واحد يمررها عند جمال، ولكن عدة مرات سلامات، الكرة تروح سريعة في الجهة اليمنى تخرج رمية التماس لصالح فريق بانثرز، على الكرة حجازي يلعب الكرة سريعة عند ناجي، ولكن عدة مرات
المباراه قويه حتى الان. مشاهدينا الفاضل ولولا المراوغه، ولكن ما عداش تسترجع كره سريعه تروح عند حمزه. يلا افركان، يلا عند شيحه، مكاني عفيفي، شيحه يدور الفريق ظهري مش الملعب. في جهه اليسرى حمزه يبحث، ينزل جمال، استلام بدوره ممتازه، كره خطيره، كره خطيره، ولكن يا سلام يا سلام عليك يا منير. تروح الكره سريعه سونيك، ولا لمسات سونيك، سونيك يتقدم، ولكن الممتاز زهران حتى الان الكره تروح عند سراك، ممتاز في الكرات الطويله، ولكن نقطه سريعه تروح الكره سريعه عند رقم خمسه الوحش عفيفي. حبيبي اللي بتمسك البتاع انت، تروح كره سريعه في الجهه اليسرى عند طارق، طارق يدور على الحلول، طارق طارق، والكره ترجع عند جمال يا احمد وعدة مرات يا جماعه. يا سلام طارق، فريق فاروس راحه طارق. الان مشاهدينا الافاضل في اولى الدقائق، مباراه قويه يعني، تدخلات قويه وكل شيء قوي حتى الان، فريقين فوز فقط. منير يختار الطويل، منير تخرج رمية تماس لصالح فريق بانترز. حجازي يلعب كرة سريعة عند جمال، سراك الممتاز حتى الآن في الكرات الطويلة، عدت يا سلام، أي سرعة سرعة، ولكن خرج يا سلام دفاع فاروز. رمية تماس اكشف الملعب، حلوة حلوة بس اكشف الملعب، لصالح دانيال ولصالح فريق بانترز. اللمسة سراك، تروح الكرة سريعة، كرة جول طارق، جول يا سلام عليك يا طارق، يا سلام من أروع ما يكون طارق، لا لا جول طارق يا حلا طارق، 1-0 1-0 لفريق بانترز. طارق يشعل المباراة، يا سلام بأولى الأهداف من الجهة اليسرى، يا سلام. يا طارق تعبتنا تعبتنا يا طارق حتى الآن يعني، بصراحة فريق فاروز، ولكن أنا أشوف رد الفعل من فريق فاروز، لا لا تدخلات قوية يحسبها حكم الساعة كراوتش لصالح فريق فاروز. مسك الناس يا صاحبي، مسك الناس، يختار الكرة الطويلة عثمان جونيور، أرنولد عثمان جونيور على الكرة، يرفع يا سلام والتسديدة، لا لا عدت مرات، يا سلام فريق فاروز الآن يحاول التعديل 12، يا سلام حجازي، يا سلام لسه الكرة في الجهة اليسرى، تدخلات ولكن فريق بانترز ممتاز في الدفاع، الكرة تروح سريعة ولكن تخرج رمية تماس لصالح فريق فاروز. حتى الآن حتى الآن مشاهدي الأفاضل 1-0 لفريق بانترز، هدف عن طريق طارق في الجهة اليسرى، طارق بصراحة يعني الهدف كان ممتاز يا طارق، الهدف كان ممتاز يا طارق. هل نشوف فاروز؟ الكرة تروح سريعة عند جمال، طباخ تخرج الكرة، لما تقعد ارجع تاني يا طباخ، ارجع يا طباخ، تلعب عن طريق منير، ارجع تاني، يلا طارق يلا طارق، سريع عند عفيفي يختار الطويل، عفيفي يلعبون على الكرات الطويلة فريق بانترز. شوف فرغلي، فرغلي يحاول، ولكن يا سلام يا سلام حتى الآن صراحة ممتاز الحكم كراوتش، نفس المخالفة على فريق بانترز، يلا من قدام من قدام، فرغلي يلا طارق، سريع عثمان جونيور يتقدم للأمام كراوتش، لازم مرة لمسة يد، لمسة يد لصالح فريق فاروز. جمال وش الكرة يا جمال، يلعب الكرة الطويلة توصل عند رقم 11 ممتاز، احمد يا راجل احمد احمد، الكرة عند عثمان جونيور، عثمان جونيور طارق طارق، سراك يا صراحة
سراك في التغطية، طارق وسراك. يلا طحون. سراك يعني رمانة الميزان اليوم، رمانة الميزان حتى الآن. أحمد ارجع. ماشي ارجع معاك معاك. ارجع يا جمال ما تقفش. ما تقفش يا جمال صح صح. يلا من هنا يا ولد. اتروح الكرة سريعة اللمسة يا سلام بيني ولكن الدفاع. يلا عليك يروح. شيحة. اتروح الكرة سريعة عند عفيفي. ايه ده؟ عفيفي عند ناجي 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 للكرة يا سلام يصلح عند رقم زهران. والله يا زهران. يرجع زهران. يرجع زهران للوراء. زهران يلعب الكرة الطويلة ممتازة ولكن مش لحد. دانيال شيحة يمسك الكرة. يلا طارق طارق. فريق بانثرز حتى الآن مستحوذ على الكرة، يعني يريدون تسجيل الهدف الثاني. شوف صح كده صح كده. شوف عن فريقهم الكرة تروح عند سيراك في وسط الميدان. استلام يستحوذون سيراك ممتاز في الكرات الطويلة. يلعب الكرة عند طاحون ولكن عدت مرة سلامات. بدأ يركز دفاع فاروس، بدأ يركز فريق فاروس. يريدون أن يرجعون في المباراة. جمال ما ينفعش أكون متأخر يا جمال. عثمان جونور تروح الكرة رمية التماس. اضرب اضرب عثمان جونيور يلعبها يا سلام العرضية. واطلع قدام يا ابني. ركنية ركنية فريق فاروس. الركنية راح تلعب من عند حجازي باك لاب فريق فاروس. ارجع يا طحون ارجع. ممكن ان تكون خطيره هذه الكره. انت تلعب على يمينك والتسديد. لا فوق العارضه يا سلام. عده مرات سلامات على فريق بانثرز. احمد احمد احمد. شيحه يختار القصيره عند السراج. يلعبون بأريحية فريق بانثرز حتى الآن. الكرة تروح عند عفيفي المتقدم برجين فونداي. عفيفي زق يا جماعة من زق ونمسك تروح الكرة عند سراك. لسه يدور على الحلول يا سلام. اللمسات شوف شوف اللمسات يا سلام. الكرة تروح عند طارق ولكن تخرج رمية التماس لفريق فاروس. رتب فريق فاروس الكرة
يا سلام بأريحية طارق. طارق ممتاز حتى الآن. والله مرة ببراعة مرة ببراعة طارق. طارق لعب عند جمال ولكن الكرة كويسة. جيمي يلا جيمي رد 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 معلش يلا منير. يا منير الكرة سريعة عند فريق. كراوتش يحسب فاول في وسط الميدان لفريق فارس على التنفيذ الجزئي. فيكي على خطة جمال دايما عيني مع 32. يلا اسراد يلعب الكرة الطويلة توصل في وسط الميدان عند سراج يريح العفيفي. تعال يا طارق عند سراج من ثاني. ماشي انا بقول لك روح يلا. الكرة بشكل ممتاز سراج. يا سلام الكرة تروح في الجهة اليمنى ولكن تقطع من عمر هاني. اللمسة عند سونيك 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 عند علي. الكرة تروح عند زهران في الجهة اليسرى. زهران هل هي محاولة خطيرة؟ هي كرة جول ولكن كان معك حجازي في الجهة اليسرى يا زهران. ولكن تروح الكرة ركنية لفاروس في محاولات ممكن أن يسجل فاروس ممكن أن يسجل في هذه اللحظات لكي يشعل طارق اطلع اطلع حسن أذكركم مشاهدينا الفاضل 1-0 1-0 لفريق بانثرز. سجل الهدف طارق رقم 7 لو مسكت من العرضية والعرضية تسديدة بسرعة مخالفة هنا يا عفيفي. لا وايه وجاي بقى ايه الموضوع على التنفيذ شيحة سراج يبدي لا على الكرة عند سراج أكثر من لمس الكرة الآن. الكرة تروح عند عفيفي ببراعة. يا سلام مراوغة ممتازة عند تي بيكي. تي بيكي يختار الطويل الفريق بانثرز. لولو فرغاني ولكن في أي تمرير أنت بتستلم من هنا يا ابني ما أنت لازم تجيلهم من قدام شوية. أيوه الكرة تروح في الجهة اليمنى. التدخلات القوية فريق بانثرز يلعبون بشجاعة. الكرة تروح سريعة البينية ولكن عمر هاني لسه الكرة عند دانيال. دانيال دانيال في وسط الميدان ولكن يا سلام سونيك يلعب الكرة السريعة ولكن يا سلام ببراعة إلى حمزة. يا سلام حركة ممتازة لاعب مصاب هنا ولكن طارق هنا الكرة السريعة. العب طارق العب الحكم قلق العب الكرة تروح عند ديباكي. ديباكي في الجهة اليسرى. ديباكي ديباكي العرضية فرغلي لا اوف سايد. الحكم قلق تسلل الكرة فرغلي الحكم هناك لا طارق سلامات سلامات طارق سلامات معلش اللاعب طباخ سلامات يا طباخ. سراج يا حبيبي ما تجيش تستلم من على ال 18 خلي الناس اللي معانا ما هم بيعرفوا يلعبوا كوره خليهم يتقدموا واستلم من قدام شويه خلاص مسكوا معانا خط كده مسلوا عليا شويه لازم الكرة عند منير. الكرة كانت تسلل على فرغلي العرضية اللي كانت بنتي بيكي. يا طارق ناس ظهري ناس ظهري ناس ظهري. يختار الكرة الطويلة منير. جماعة تحولوا طارق في فرغلي ما حدش بيدافع. ممتازين حتى الآن على أرضية الميدان. الكرة تروح سريعة في الجهة اليمنى عند طاحون واحد على واحد مع حجازي. يحتوي رجعها وراء عند دانيال وسط الميدان. سراج سراج ممكن ان يسوق. سراج يتاخر جدا سراج في هذه الكره. ترجع الكره عند عفيفي عند ديبيكي. شوف كيف يستحوذون على الكره شوف كيف يلعبون فريق بانثرز. يا سلام على فريق فيرجيل فان دايك نجم عفيفي. سريعة من تيبيكي الكرة تروح سريعة عند جمال والتسديد كويس يا جمال كويس يا جمال كويس فوق العارضة يا جمال. يلا يلا ثلاثة نص الملعب نركز سراج خش للكرة يلا نركز نركز يلا فوق العارضة يعني هذه لو جول يعني طارق عايزك تنزل تسد هنا شوية ايه انزل هنا شوية مع الراجل ده غيرها غيرها. الكرة تروح عند منير يختار الطويل منير يلا يلا هيك سريعة تيبيكي بالراس
بقى بالراس لسه الكره فوق عند فرغلي. تسديده ممتاز فرغلي، محطه ممتازه حتى الان. الكره تروح عند دانيال. دانيال وين ممكن نشوف العرضيه؟ دانيال دانيال عدت مره سلامات على فريق. يا جماعه لازم نجيب ثانيه في بيكي فاروز. تروح الكره تحت اجازي، يختار الكره الطويله عند ناجي. يا سلام ناجي وحش قوة بدنية ممتازة. الحكم مساحة كراوتش يحسب شيحة. مسك الناس مسك الناس لحجازي لفريق فاروز. يباكي كله ماسك كله ماسك. ناجي على التنفيذ. شو هزمة دماغك يا سيف. ناجي اخو من فوق. ناجي هل ممكن نشوف هدف في هذه الكرة؟ ناجي العرضية. ناجي والله ولكن يا سلام في ايدي شيحة. يا شيحة يلا كمال وش الكرة. يلا يا احمد. ايوه زي ما انت واقف خفيفة على تنفيذ خرجي الفضي. بس ممكن تروح اتراك هو عندي يا ابني فضي. الكرة تروح عند سيراك. سيراك يأدي لبراعة. يا سلام عند جمال. استلام بدورة ممتاز عند ديبيكي. ديبيكي الهادي حتى الآن. الكرة تروح عند سيراك. أكثر من لمس الكرة اليوم سيراول. الكرة تروح عند طارق. طارق يأدي يا سلام لبراعة طارق. عدة مرات ارجع 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 طحون. لن تكون جول يا طارق لو لعبت بطريقة ممتازة. بالراحة بالراحة بالراحة. الكرة تروح عند دانيال. تعال اجبك عند ترجع عند حمزة. اللمسة عند طحون ببراعة حجازي. يا سلام ولكن راحت لو هاني هاني رجع الكرة عند منير بهدوء. منير اللمسة رمية التماس لصالح بانثرز. يلا بيك يلا بيك. تروح الكرة عند ديبيكي وسط الميدان. سيراك راح نشوف آخر دقائق في الشوط الأول ماذا سيحصل. مشاهدي الأفاضل الكرة تروح عند جمال. جمال يحاول أن يلعب البينية ولكن فارس مباراة فارس ناجي ولكن جمال جمال خلاص ضيعت الكرة. عايزك ترجع بسرعة على طول مش هنقعد لسه نتكلم. لسه المباراة طويلة لسه المباراة يا جماعة. نص الملعب يستلم من قدام شوية. راح نشوف فيها مفاجآت. الكرة الطويلة يا سلام تلعب. أي كرة خطيرة ولكن يا سلام فارس ببراعة. عثمان اسمع عثمان عثمان يخرج الكرة. رمي التماس لفريق بانثرز. ديبيكي بهدوء. ديبيكي يلعب الكرة عند طارق من جهة اليسرى. مخالفة على فارس. طارق على التنفيذ صاحب الهدف الأول. أذكركم مشاهدينا الأفاضل 1-0 لفريق بانثرز عن طريق طارق. لا لا تنفيذ. طارق العرضية لا ولكن عدت مرة سلامات. الدفاع فاروز يستفيق. هي كرة خطيرة ولكن لا شوف التدخلات يا سلام. يا ولد يا صفاق يا ولد. مخالفة على عثمان جونيور. يلا يلا رجالة. حسن جمال جمال في الاوفسايد في الاوفسايد. جمال جمال على قريبه هنا بعيد 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 على التنفيذ. سراج كمان روح يمتلك رجله يسرى ممتازه.
الكرة تروح سريع عند ديباكي، التصديد لا لا وين الفولو، ولكن يا سلام فارس يخسر فارس في منطقة صعبة والعرضية، ولكن عدت مرة سونيك سيراك 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 التسديد با 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 ولسه لسه الكرة عند فرغاني. ايه ده؟ ايه يا تلعب الكرة سريعة عند فاروس ولد حمزة، ترجع عند عفيفي فيرجيل فندق يوصلها عند ديبيكي، ديبيكي يلعب عند طارق صاحب الهدف الأول، تقطع من فارس ببراعة، توصل الكرة عند سيراك سيراك اللمسة من جمال بالراس لا لا راح الكرة عند سونيك دانيال دانيال لا لا حذاري حذاري ينفع كابتن، سلامات هذه الكرة كانت خطيرة، منير راح يختار الطويل، منير يلعب الكرة الطويلة بتروح عند عثمان جونيور، عثمان جونيور عثمان يتقدم للأمام، عثمان عدت فوق جمال انا متأخر يا عمر راجع دي ايه؟ كرة خطيرة من عثمان جونيور، ما انا عارف ما انت لو فوت الله خش جوه شوية خش جوه شوية الكرة عند عفيفي اللمسة عند طارق، شوف كيف يلعبون فريق بانثرز، رجع عند عفيفي فون دايك فون دايك اللمسة عند ديبيكي ديبيكي المتقدم من امامه جمال، يا سلام جمال ببراعة، جمال مرة مرة ببراعة جمال، اي كرة جول اي كرة جول، ولكن ببراعة فارس عثمان يا عثمان، عثمان يلعب الكرة السريعة لنجي ببراعة، محطة ممتازة نجي تدخل يا سلام، ديبيكي يقطعها بشكل ممتاز من أمام نجي كابتن، هناك مش فاول ازاي يا كابتن؟ تبديل لفريق فاروس بنزول اللاعب صلاح محمد رقم 30، اللمسة ديبيكي بمراعة ديبيكي حتى الآن ممتاز، مشاهدة الأفاضل الكرة تروح سريعة يا سلام في الجهة اليسرى، توصل الكرة سريعة ولكن مش لحد ترجع عند فارس، يا سلام اي كرة جول اي كرة جول اي كرة جول اي كرة جول، الكرة في الجهة اليسرى يا سلام العرضية وين يا فينك يا فرغلي، التسديدة عدت مرة، سلامات ناجي يحاول على كل الكرة بصراحة ناجي حتى الآن، قرب له الكرة تروح عند دانيال حمزة، اللمسة عند سيراك في وسط الميدان، استلم بدارة ممتازة، الكرة عند ديبيكي خطيرة العرضية ديبيكي، اوه عثمان ديبيكي تروح الكرة ركنية لفريق بانثرز، يلعب الكرة ديبيكي معه سيراج، يلعب الكرة السريعة سيراج 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 هو اليمنى، ولكن يا سلام تروح بعيدة جدا، ارجع سراج يلا سراج يلا سراج حجازي يلا جمال سونيك، رمي التماس لفريق لفريق فاروس، حجازي على التنفيذ يلعب الكرة عند ناجي، محطة ممتازة ناجي، اوه تدخلات الكرة تروح عند فرغلي سريعة، يحاول ان يمر ولكن يا سلام ببراعة فارس يوصلها عند ناجي، اوه يا فارس يا ناجي يا ناجي يا ناجي ولكن يا سلام ببراعة ببراعة، التدخل اللي فات من زهران
لعبتين ولا لعيب طلع بس عايز يسأل. ماشي منير راح ينفذ هذه الكرة. الهير كات يا منير ممتازة بصراحة يا منير. التبديل بقول لك يا ادهم زق الحين على مين شويه، اقول له ما تنزلش تبقى زق على مين. باه باه تعبان على التنفيذ عثمان. المخالفة عثمان راح يخطر الطويلة. عثمان يخطر الطويلة عثمان وناجي وعفيف. يا سلام بالراس بالراس عفيفي. يلا طحون ناجي يلعب الكرة القصيرة. ناجي واحد على واحد مع طحون. ناجي 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 العرضية ولكن يا سلام ديبك بالتسديدة. انت الشوط الاول مشاهدة الافاضل الى ان نلقاكم في الشوط الثاني مشتعل باذن الله تعالى. 1-0 لفريق بانترز سجل الهدف طارق. خلونا نرجع لكم في الشوط الثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسنا مشاهدة الافاضل نرجع لكم في الشوط الثاني. مباراة خطيرة مباراة كبيرة بين فاروس وبانترز حتى لا ننسى. 1-0 لفريق بانترز عن طريق طارق اللي يلعب مكان فينيسيوس جونيور يلعب من جهة اليسرى. طارق الممتاز حتى الان. عثمان يوصل الكرة عند زهران. زهران بتروح الكرة سريعة في وسط الميدان عند سراج. البينية ممتازة عند طارق صاحب الهدف الأول. الكرة مع طارق. طارق عدى ببراعة ولكن يا سلام. يلا حسن ترجع يلا الكرة عند عثمان ببراعة. الكرة في الملعب الخطيرة عمر هاني. يا سلام يطلع الكرة من الافتكاك. لم يتمس لصالح فريق فاروس. اسف لبانترز. الكرة الطويلة زهران. فاول لصالح فريق فاروس في وسط الميدان. على التنفيذ الكابيتانو عثمان. عثمان المدافع وعثمان الباك رايت. عثمان جونيور تدخل قوي. قدام الكرة قدام الكرة حسن. قدام الكرة حسن. حسن. عثمان يختار الكرة القصيرة لزهران. زهران يلعب الكرة عند فارس. الآن فريق فاروس يريد اللعب هجومي أكثر. هجومي أكثر في أولى الدقائق في الشوط الثاني. فريق فاروس الكرة تروح عند عمر هاني. اللمسة عند عثمان. مرة ببراعة عثمان مع عثمان جونيور يمررها في الجهة اليمنى. عثمان جونيور يحاول. يا سلام على الكرة عند زهران ولكن عفيفي فان دايك. قوة بدنية ممتازة عفيفي. الكرة عند جمال تروح عند طارق. طارق يلعب الكرة العكسية. يا سلام الكرة سريعة عمر هاني ولكن يا سلام. ارجع ارجع ترجع انت منير. جمال اصحى جمال. منير يلعب الكرة الطويلة في الجهة اليمنى. دانييل يلعب الكرة العالية. تروح الكرة سريعة. يا سلام ببراعة مرة عماد. لا لا عماد ياخذ فاول في مكان ممتاز. في مكان ممتاز لأجل الرجوع في المباراة لكي يرجعون في مباراة فريق فاروس ويشعل المباراة. الماتش هيصعب كده في وسط الملعب. هذا حتى الآن أجواء ممتازة. أخيرا الشمس راحت. أخيرا والمباراة راح تولع نار. ركز يا شيحة.
اي كره خطيره، اي كره خطيره، اي كره خطيره العرضيه. اولا لا با 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 اولا لا جول 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 جول. يرجعون في المباراه. يا سلام فاروز 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 با 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 جول. قلت لكم ان هذه الكره راح تكون خطيره. يا سلام واحد واحد مشاهدينا فاضل واحد واحد حتى الان. يا سلام عليك يا فاروز يا سلام. من سجل هدف؟ من سجل الهدف؟ اللاعب فارس، اللاعب فارس الممتاز سجل الهدف. واحد واحد مشاهدينا فاضل. المباراة راح تشعل في آخر يعني في آخر هذا الشوط. الكرة السريعة عند ناجي العرضية. أوه لا زهران. أوه لا لا با 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 با. بينالتي بينالتي بينالتي. ركلة جزائية. يا سلام لفاروز. فاروز فاروز يرجعون في المباراة. يا سلام فريق الفراعنة. يا سلام يرجعون في المباراة. وعن طريق من؟ ناجي 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 في مواجهة أمام شيحة. والله نفسي راح، نفسي راح في دقيقتين. ممكن أن نتكلم عن هدفين لفريق فاروز. ناجي ناجي وشيحة، ناجي وشيحة، ناجي وشيحة، ناجي. با 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 جول. وعن طريق ناجي يا سلام. وعلى طريقة سامية الأمجيجي. يا سلام اللاعب ناجي يا سلام. فاروز يرجعون في المباراة بقوة. فاجئونا فاروز يا سلام. 2-1 لفاروز. تعادلوا في دقيقة والدقيقة الثانية. سجلوا ركلة جزاء عن طريق ناجي. والهدف الأول كان عن طريق فارس. الكرة تروح سريعة، الكرة تروح سريعة في الجهة اليمنى للمباراة. والعطار يا سلام في الجهة اليمنى. يحاولون يا سلام فريق باندرز والعرضية. ولكن يا سلام تولت، تولت على طارق. اي 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 اي. ممكن هذا السيناريو راح يكون افضل في هذه البطولة قبل بدايتها. نتكلم في اولى المباريات هكذا يعني سيناريو، هكذا سيناريو مشاهدينا الافاضل. يعني خلينا نتكلم على المستوى الفني والمستوى التكتيكي. مو يعني فريق ممتاز فاروز وفريق الاخر بانترز، ولكن فاجئونا فاجئونا. تيبيكي على التنفيذ. سراق عفيفي فندق. تروح الكرة عند حجازي، حجازي العرضية. اوه ولكن التسديدة بعيدة. ليست تسديدة، خبطت في المدافع وراحت ركنية لصالح فريق بانثرز. بصراحة دقيقتين ولا أحلى ولا أروع اللي سجل فيها الهدفان فريق فاروز. كانوا يعني بصراحة سيئين في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني رجعوا بشكل ممتاز. العرضية الكرة يا سلام عند جمال. واو عندك راحت رمية تماس لصالح فريق بانترز. تلعب سريعة وطويلة. عمر هاني بالراس يتصارعون على الكرة. الكرة خطيرة ولكن يا سلام كونتر اتاك سريع والكرة خطيرة. يا سلام الكرة عثمان جونيور يحاول على الكرة. عثمان عثمان يا سلام يا عثمان لحق عثمان. وحمزة يخرجها حمزة. رمية تماس لصالح فريق فاروز. على هكذا سبرنت يا عثمان جونيور. رمية تماس فارس على اللعب. فارس عثمان جونيور. عثمان مخالفة. سراق ياخذها. يلا العب العب. يريدون ان يرجعون في المباراة. الكرة جمال استلام بدوران. الكرة عند ديبيكي. يا سلام ببرع زهران. عثمان جونيور. الكرة تروح عند سراق. يلعب الكرة الطويلة عند طارق. العب العب.
كابتن. يلعب الكرة القصيرة، القصيرة سيرك في فندق يوصلها في الجهة اليمنى، ولكن يا سلام شوف الضغط من فريق فارس، يا سلام ببراعة دانييل ومهارة خطيرة في الجهة اليمنى، ولكن تسترجع الكرة سريعة. اوه ناجي، ناجي واحد على واحد مع حمزة، ناجي ناجي ناجي، ماذا تفعل يا ناجي؟ لسه الكرة، لسه الكرة عفيفي، وناجي ناجي يستحوذ على الكرة، ناجي عند الركنية ياخذها ببراعة في فندق يوصلها عند سيراك، سيراك يبتدي الهجمة من تحت، يا سلام سيراك يلعب الكرة الطويلة بينية ممتازة، ولكن عدت راحت عند النجم منير صاحب الهركات الممتاز. يلا 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 منير هركات ولا أحلى ولا أروع. في الجهة اليسرى يا سلام عمر هاني، عمر هاني يوصلها عند حجازي، سونيك ضاعت يا سونيك الكرة تروح عند جمال، ولكن زهران والله يذكرني بحسام غالي بصراحة، زهران انترسبشنز ممتازة في وسط الميدان، الكرة تروح سريعة عند ديبيكي، ديبيكي يحاولون فريق فرنسا ببراعة، يا سلام يقطعونها، الكرة تروح سريعة عند عثمان جونيور، جونيور جونيور تروح الكرة عند سوني، عدت 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 مرت ولسه الكره سونيك 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 عثمان عثمان جونيور، يا سلام عثمان جونيور ببراعه، يا سلام با 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 جول 3-1، يا سلام عثمان جونيور، عثمان جونيور انت لست جونيور يا عثمان، انت كبير انت كبير يا عثمان، لا لا رقم 10 يا سلام، يسجل وهو يلعب بيمناه، يا سلام ممتازه بالويك فوت، بالويك فوت يا سلام عثمان جونيور على ادم على طريقه ارنولد، لا لا يا سلام وراء ولعت نار مشاهدينا الافاضل، التبديلات من هنالك عند بانترز 3-1 مشاهدي الافاضل لفريق فاروز، بعد ما كانوا متاخرين بهدف للا شيء رجعوا في المباراه بثلاثه اهداف فقط في حوالي 10 دقائق فقط، رجعوا بثلاث اهداف مشاهدي الافاضل، يعني مشتعل مشتعل، هنشوف هنشوف ونتابع مشاهدينا الافاضل، الكره تروح عند ديبيكي، ديبيكي يوصلها سريعه عند فرغلي، ترجع الكره عند سيراك في وسط الميدان، تروح في الجهه اليمنى من تحون لدانييل، دانييل يا سلام يا سلام، التوغل ممتاز، التوغل ممتاز، والعرقله هنا يا سلام، فاول في مكان ممتاز، فاول في مكان ممتاز، يا والله لا اجواء يا حسن، يا حسن الشمس اخيرا راحت، لسه فاضل ثلث ساعه عبد الله، فاضل ثلث ساعه، يعني صراحه مباراه مشتعله مشاهدينا الافاضل، فاول في مكان ممتاز لفريق بانثرز على التنفيذ، سيراك التركيز من الانف للاذن للراس للظهر للرجل، كل الجسد بتاع ديبيكي مركز، ديبيكي على تنفيذ المخالفه، ديبيكي يا ديبيكي شوف الوقفه، شوف التركيز، شوف التركيز من ديبيكي، التركيز من الانف للاذن للراس للظهر للرجل، كل الجسد بتاع ديبيكي الان مركز، يريد ان يقلص النشيد ديبيكي، عدت فوق العارضة يا ديبيكي، عدت فوق العارضة، معلش معلش معلش، مباراة مشتعلة مشاهدينا الافاضل حتى الان 3-1 لفريق فاروز، فاجئونا في الشوط الثاني، فريق فاروز يعني بصراحة قدموا المطلوب في فقط في 10 دقائق في بداية الشوط الثاني، الكرة تروح، شوف يا سلام القوة البدنية المتواجدة عند ناجي وحمزة، لمسة في وسط الميدان، تروح الكرة في الجهة اليسرى عند طارق، طارق يا سلام فتح له ديبيكي، يا سلام في الجهة اليسرى ديبيكي، ديبيكي ديبيكي توغل يا سلام، لا لا راح يعطي له الانذار،
الانذار كراوتش راح يعطي الانذار لنادي ميكي على يمكن ان يكون مثل يا جماعه خلونا نتكلم فقط على إذاعة المباراة. صراحة كراوتش أتى هنا الإنذار لديبيكي. مفيش يا عم منير يلعب الكرة الطويلة. منير عنده عثمان ولكن توصل عند عفيفي. عفيفي فندق عفيفي عفيفي يتوغل عفيفي يا سلام بالكعب. ديبيكي يلعبون بشكل ممتاز. عفيفي تزيد لا لا والتصدي من منير. العب لسه تصدي كان من منير. منير والهيركات الممتازة. منير يختار الكرة الطويلة يا سلام يلعب عند ناتشي. ممكن الفولو ممكن الفولو ولكن تروح الكرة عند شيحة. عبد الله حمزة وسط الميدان استلام بدوران ممتاز. اللاعب عبد الله يلا اللمسة عند سراك استلام بدوره ممتاز وسط الميدان يدور على الحلول. تروح الكرة عند دانيال الكرة تروح لا عند دانيال كربخال لعبة ولا ولكن هو الآن بالكرة. يا سلام عبد الله هنا اخلاص الكرة تروح سريعة من هنالك ولكن عدة مرة سلامات على فريق فاروس. الكرة تروح عند عفيفي الضغط من ناجي ولكن مباراة ثنائية. خلونا نتكلم مشاهدينا الافاضل بين عفيفي وناجي. بصراحة هذه هي كرة القدم نحن نريد هذا في هذه البطولة في بطولة الألوميناي سيزون 3 والنسخة الثالثة هنا في بورتو غولف مارينا. مشاهدينا الافاضل نعيش افضل الاجواء والتسديد لا طارق كان ممكن ان يقلص الفارق هنا. كان ممكن ان يقلص الفارق في هذه الكرة. كانت سهلة يا طارق ولكن معلش الكرة الطويلة. منير عثمان جونيور صاحب الهدف العالمي برجله اليسرى وهو خلونا نذكركم يلعب برجله اليمنى. طابة ويلفت ممتازة. عثمان جونيور يعيش افضل ايام حياته الان بعد هدفه الممتاز. يعني بصراحة هدف يلعب صراحة كان هدف ممتاز راحت لكنها راحت لب في حارس المرمى شيحة. عثمان بالراس رمي التماس لفاروس. عثمان جونيور على التنفيذ. عثمان يختار الكرة الطويلة. سراك ديبيكي الكرة البانثرز رمي التماس. ديبيكي سراك وسط الميدان. سراك يدور على الحلول. سراك يلعب يمنى ويسرى ممتاز ولكن ضاعت الكرة تروح عند دانيال. اللمسة من اللاعب عبد الله يا سلام بالكعب الفرغلي ولكن الوراء عند لاعب النجم منير. يا على هير كات على هير كات يا منير والله ممتازه يا منير. الكره تروح سريعه استلام بدوره ممتاز للزهران. ياخذ المحرك وسط الميدان. بارئ زهران يلف ويدور في وسط الميدان. لاعب بصراحه خفيف جدا على ارضيه الميدان لاعب زهران رقم 43. ناجي ببراعه والقوه البدنيه. ادم تراوري عثمان جونيور عثمان مع ناجي ثنائي ممتاز. مخالفة من ديبيكي على ناجي. 12 دقيقة فاروس الآن يعيشون أفضل أيام حياتهم صراحة لأنهم كانوا خسرانين وكانوا متأخرين بهدف الشوط الأول وكانوا يعني لم يلعبوا بالشكل المطلوب في الشوط الأول لكن في الشوط الثاني رجعوا في المباراة وفقط في 10 دقائق رجعوا بطريقة ولا أحلى ولا أروع. خلونا نتكلم
يعني هدف هو هدف عثمان جمعة. الكرة تروح عند حجازي الأيسر، حجازي راح يلعب الكرة، حجازي العرضية عند من وعدت، تروح ركنية الفاروز، فاروز فاروز ركنية من عند سونيك. من راح يلعب؟ من راح يلعب هذه الكرة؟ النجم زهران، نجم رقم 43، رمانة الميزان اليوم زهران. ولا العرضية، ولكن شيحة، شيحة ممكن كاونتر اتاك سريع، والكرة خطيرة ولكن تروح في وسط الميدان عند عثمان ببراعة. عثمان يلعبون بأريحية الآن فريق فاروز، الكرة تروح سريعة عند طباخ. ولا يا سلام ببراعة النجم صلاح محمد، ولكن ضاعت ضاعت. سراك 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 من جهة اليسرى، سراك سراك عدة مرة سلامات. الكرة الماضية عثمان، لاعب ممتاز ذو خبرة كبيرة عثمان. هذا الآخر عثمان، الكرة تروح رمية التماس لدي بيكي، دي بيكي عفيفي ينقل الكرة في الجهة اليمنى عند دانيال، دانيال كارفاخال يا سلام يلعب عند طاحون، طاحون يلا دانيال يلا دانيال، رمية التماس في فريق بانثر عن طريق دانيال للوراء عند سراك، سراك يدخل للوسط، سراك يا سلام يلعب عند جمال، هذا برغالي، برغالي فوق العارضة، فوق العارضة يا فرغلي، فقط كانت تريد بعض التركيز يا فرغلي. هذا كان طارق ليس فرغلي، طارق صاحب الهدف الوحيد لفريق بانثرز. يا جماعة ركز، اوه التدخلات القوية يا سلام، زهران ببراعة يفتك الكرة من عند الدفاع، ترجع الكرة عند منير، منير يختار الكرة الطويلة يا سلام، الكرة تروح حمزة ببراعة، حمزة يوصلها عند عفيفي، استلام اوه عفيفي يا سلام يحاول مرة أخرى ياخذ الكرة، الكرة في وسط الميدان، عفيفي يحاول، عفيفي يختار الطويل، دائما الجهة اليمنى فاضية عند فريق بانثرز، الكرة تروح يا سلام، أي كرة سريعة من عند طاحون، أوه عماد والتسديد، فرغلي هذه كانت كرة خطيرة لفريق بانثرز، الآن يحاولون الرجوع في المباراة، الكرة تروح سريعة من سراك، سيرول يا سراك، يا سراك، كانت تريد فقط بعض التركيز. ارهقوا لاعبي اليوم بصراحة، كل الفرق انا خسراني يا ابني، ما تعرف الكون ارهقوا بشكل كبير، قوة بدنية يا طاحون، هذا ممكن يعني كان سبب تسديد السراج. الكرة تروح سريعة يحسبها حكم الساحة كراوتش لصالح فريق بانثرز عن طريق عفيفي فونديك، عفيفي تيبيكي، اللمسة من تيبيكي عند طارق، تيبيكي 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 مرة ببراعة، تيبيكي مع زهران، تيبيكي مرة ببراعة، تيبيكي أي كرة جول، أولالا يا سلام على الدفاع، الكرة تروح عند عثمان جونيور، عثمان اوه تخرج في عفيفي وتروح رمية التماس، رمية التماس لصالح فريق فاروز. انذار لناجي يا كابتن، رمية التماس لصالح فريق فاروز،
عدت عفيفي وعثمان، عفيفي وعثمان، عفيفي فندق، يا سلام، مرة ببراعة عفيفي، يلعب بشكل ممتاز عند طباخ، طباخ لسه الكرة، طباخ وناجي، شوف ناجي تروح الكرة عند سراق، سراق يختار الطويل ولكن ترجع الكرة عند عفيفي فندق، عفيفي قوة بدنية ممتازة عند عفيفي، ووو حذاري حذاري يا عفيفي ولكن تروح الكرة، عدة سلامات، الكرة تروح عند دانيال في الجهة اليمنى سريعة، هل ممكن أن يرجعون في المباراة فريق بانثرز الآن؟ الكرة في الجهة اليمنى عند طاحون، طاحون اللمسة ولكن الدفاع، دفاع فارس الآن مستفيد مشاهدينا الأفاضل، تروح رمية التماس لفريق بانثرز. دانيال خسر الكرة، دانيال زهران، يا سلام خفيف جدا اللاعب زهران، ممتاز يقدم مجهود ممتاز، الكرة عثمان جونيور، واحد على واحد خطيرة يا عثمان، لا لا يا عثمان، يا عثمان، معلش معلش معلش، الكرة تروح سريعة للجهة اليمنى، دانيال تحون يحاول الآن في الجهة اليمنى، طاحون فرغالي، يا سلام، وانتو ممتاز، الكرة عند طاحون، طاحون يقف على الكرة بشكل ممتاز، يرجع الكرة عند ديبيكي اللي راح في الجهة اليمنى، لا لا ديبيكي وعدت، يا سلام يا سلام، فريق فارس وفريق بانثرز ممتازين حتى الآن، الكرة كانت في ناجي، روح رمية التماس لفريق فارس. يلا بيك يلا يلا بيك ينزل اللاعب اي جي سي، اي جي سي ينزل في المباراة، سيراك اللمسة عند عفيفي فندق، يحاولون الآن فريق بانثرز الرجوع في المباراة، الكرة تروح في الجهة اليسرى سريعة عند طارق، طارق اللمسة عند لا لا ضربة جزاء، يا سلام، لا لا مشاهدي الأفاضل، مشاهدي الأفاضل راح نشوف الشوط الثاني المتبقي منه، راح نشوف مباراة ولعة 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 مشاهدي الأفاضل بصراحة، خلونا نتكلم يعني ركلة جزاء لفريق بانثرز، ممكن أن يقلص الفارق، لو قلص الفارق راح يعني نشوف مباراة على مستوى فني آخر ومستوى تكتيكي آخر، راح نشوف من راح يلعب ركلة الجزاء أمام منير صاحب الهركة، تركيز تركيز تركيز، فرغلي فرغلي ومنير، مباراة ثنائية الآن، مباراة ذهنية ثنائية أمام اثنان منير وفرغلي، فرغلي ومنير، فرغلي ومنير، فرغلي ماذا ضيعت؟ ماذا أخطرت يا فرغلي؟ ممكن أن تقلص الفارق الآن ولكن خلاص معلش معلش، حتى أن خلينا نذكركم مشاهدينا الأفاضل الآن 3-1 لفريق فارس، فقط في 10 دقائق 3 أهداف لفريق فارس، كانوا متأخرين 1-0 في الشوط الشوط فقط في 10 دقائق في الشوط الثاني، سجلوا 3 أهداف ممتازين بصراحة، وآخرهم كان هدف عثمان جمرة الممتاز برجل اليسرى، مخالفة في الجهة اليمنى، الكرة عن طريق بانثرز، حسن 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 يا عم امسك، مش عايز خرا انت، يلا من الناحيه الثانيه الكرة في الجهة اليمنى توصل عند سراق، سراق يا سلام يحاول أن يمر ببراعة ولكن يا سلام الله يعجبني هذا اللاعب، يا سلام الكرة تروح عند ناجي ولكن عفيفي ببراعة،
عفيفي يلا عفيفي يلا يلا يدخل للامام عفيفي يلعب بالجهه اليسرى اللاعب ايتيسي 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 اللمسه عند فرغالين المحطه الممتازه فرغالين كراوتش يوصل الكرة عند سيراك في الجهة اليسرى عند طارق طارق واحد على واحد مع فارس تروح الكرة عند إيديسي إيديسي يدخل للوسط إيديسي ولالا ممتازة من البديل إيديسي تسديدة وكانت ولا أحلى ولا أروع من إيديسي ولكن عدت فوق العارضة يا لو هذه جول يا إيديسي منير يختار الكرة الطويلة منير فاول لفريق بانثرز ياخذ عفيفي من امام ناجي اللبسة عند ايديسي ايديسي يوصل الكرة عند طارق يا سلام ببراعة طارق ولكن الدفاع عثمان اوه التدخلات التسديد ولكن ضعيفة منير كابتن يمسك بالكرة منير راح يختار الكرة الطويلة منير لعب الكرة الطويلة عند سونيك عدت عند حمزة ببراعة قطع حمزة تروح الكرة في الجهة اليمنى عند طريق تحون تحون يدخل الى امام تحون يلعب عند سراب ولا سراب يلعب في الجهة اليسرى عند طارق ولكن طويلة راحت خرجت برا الملعب يا سراج ما لحقهاش طارق الكرة الماضية مسكت الكرة 10 ثواني في رجلك بتلعبها في الاول اجواء ممتازة هنا في بورتو جولف مارينا مشاهدينا الافاضل في نسختها الثالثة الالوميناي سيزون 3 واكيد لا ننسى الرعاة نتكلم عن عامر جروب نتكلم عن يلا كورة نتكلم الكرة تروح سريعة عند عفيفي عفيفي فندق اللبسه فندق عفيفي يا سلام ببراعه هذا مدافع هذا مدافع اقنعوني كيف هذا مدافع مشاهد الافاضل الكره تروح عند عفيفي يا سلام ببراعه يلعب سريع ولكن الكره لسه مع سراج ترجع الكره يا سلام عند سراج على خط 18 الكره لا يفتك الدفاع الكره عند طحون لا لا تحون التسديد ولكن تنتهي المباراة مشاهدي الأفاضل
تنتهي المباراة لصالح فاروس 3-1. شكرا لكم على حسن المشاهدة، مبروك لفاروس، هارد لك لفريق بانثرز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى لا ننسى مشاهدة الأفاضل المان اوف ذا ماتش اليوم اللاعب عثمان جونيور صاحب الهدف الثالث، كان هدف ولا أحلى ولا أروع بصراحة. خلونا نتكلم، مان اوف ذا ماتش أكيد تستحقه يا عثمان يا جونيور، أنا راح أسلمك يعني الدرع يا عثمان، مبروك يا عثمان، تفضل المان اوف ذا ماتش. عثمان جونيور مان اوف ذا ماتش. نتكلم عن الفير بلاي، الفير بلاي اللاعب دانييل الباك رايت الممتاز اللي يلعب في فريق بانثرز، فير بلاي بصراحة جائزة ينالها اللاعب دانييل.